ايه شو هالتواضع؟ ما كتير تشدي ايدك، سنة زمان وبجعد وشك. يعني بفهم من كلامكم انه اذا حطيت مكياج كل يوم بعد سنة بصير مثل ستي؟ انا عندي وجهة نظر، بس مع كل هالشي بسأل الدكتور وبردلكن الجواب. احلى شي جواب حلقتنا طلع صح. وضع الميك اب كل يوم لفترات طويلة بيؤدي لتعب البشرة وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لأنه جميع مواد الميك اب بتسد مسام البشرة وبتمنع تعرقها، وهالشي بيؤدي لالتهابات وجفاف البشرة. بس اوعى تناموا بالميك اب مثل ما عملت كيندا. بتلعب رياضة بس بتنسى تفاصيل صغيرة هي أمشاط الرجلين. خلوكن معنا.
برافو. أحلى شيء منتابع مع حركات جديدة وحلوة، خلوكن معنا مع أحلى شيء. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ثلاثة. Thank you.
أمشاط. خلوكن معنا. هيك تمرين غلط. أول شي بتشدي المعدة وبتدخلي الورك لجوا وظهرك على استقامة واحدة. فرجيني التمرين كمان مرة. برافو عليك. أحلى شي. بقى لك لون كنستك دائما اشتري هيك الوان. عن جد امبارح اشتريتها. عن جد كثير لعبت لك. تعرفي اجتني هديه كنزه نفس لون كنستك بس ما لي بقى لي لونها. بكره بجيب لك اياها. عن جد يا جماعه والله خجلتوني. لك اسمعوا الاعلان شو حلو. اعلان شو؟ اعلان عن مسابقه للمذيعات. خلص انا بدي اقدم. ليش انت بتحبي تشتغلي مذيعه؟ ايه بحياتك ما قلتي لنا هيك شيء. ايه مزبوط بس انا وعم بقرا الاعلان قلت لحالي ليه ما اشتغل مذيعة. وليش هيك قلتي لحالك بقى؟ ايه لانه جو على بالي يصير مشهوره. عم تمزحي؟ معقوله انت مديحه بدك تشتغلي شغله بس مشان تصيري مشهوره؟ لا مو بس مشان هيك، لانه شغل المذيعة حلو وبيسلي. ومو حاطين شروط للمسابقه؟ امبلا اذا كل الشروط محققتها
هاي العمر ومحققته، والدراسة ومحققته، والنطق السليم بعرف احكي والحمد لله، والشكل الحسن موجود، ومو بس حسن بيطير العقل كمان. إيه لا شو هالتواضع يا مديحة؟ طولي بالك علينا شوي، فرجيني المجلة شوي. طالبين مذيعات ومذيعين ولا بس مذيعات؟ لا مذيعات بس. لا عم تسألي؟ كان خرج وائل يقدم لأنه وائل كتير حلو. شو ما حكينا بتشكلنا وائل؟ مديحة؟ في شرط كامل ما قلتي لنا يا عن جد؟ شو هو؟ الثقافة، شرط بالمتقدمات يكونوا مثقفات. ايه مديحة مثقفة ما بنخاف عليها. عم تتمسخري؟ على أساس أنت كتير مثقفة؟ هلا عن جد شيلونا من المزح، المذيعة لازم كتير تكون مثقفة. يعني أنا مثقفة وما بني شي. مديحة المذيعة المثقفة يعني لازم تفهم بكل المواضيع، الفلسفة، السينما، التاريخ، بكل شي. معقول كل هالمذيعات اللي عم نشوفهم مثقفات لهالدرجة؟ يعني أكيد مو كلهم، بس المذيعات المهمات كلهم مثقفات. يعني أنا بدي يكون مذيعة وبس، مو ضروري يكون مهمة. خلص مديحة قدمي واعملي اللي بدك يا، انت الواحد ما بيطلع معك بنتيجة. يلا مديحة مسكي هالمجلة وقري لنا شي مقالة بالفصحى. ليش بقى؟ لحتى نشوف النطق والإلقاء تبعك. اوكي. إن أناقتك وجاذبيتك، إن أناقتك بالفتحة، تزداد جمال عندما ترتدين، تزداد جمالا، تزداد جمالا. قليلة مديحة بأقل من سطر ثلاث أخطاء، لكيف بدك تصيري مذيعة إذا قراية منيحة ما عم تعرفي تقري؟ إيه بس كفينا المعلومة تبع المجلة، كيف تزدادين جمالا؟ إذا بتلبسي كعب عالي، لأنه الكعب العالي بحل الجسم. مزبوط، بس أنا ما بقدر ألبس كعب عالي، دغري بيجعني ظهري. إيه أصلاً أنتي مو لازمك كعب عالي، طولك حلو. أنا روح قلبي ألبس كعب عالي. ما بيسوى، بيعمل دوالي بالرجلين. إيه لا مبلا هيك بيقولوا، مو جيني؟ أنا هيك بسمع، بس ما بعرف إذا صح. جيني سألينا، كعب العالي بيعمل دوالي؟ ما بدي ينتزعوا رجلي، بدي يصير مذيعة. قولوا لو بقدر انا اعمل شي، انا هلا بدي ارجع احلى شي.